نظمت اللجنة الأولمبية الجزائرية بمقرها مساء الخميس تأبينية للراحل رابح شباح أمين المال للجنة الأولمبية وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة. وحضرت التأبينية شخصيات رياضية ممن عرفوا الفقيد واستذكروا خصاله الطيبة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطيبة برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنائه. وليد معمري حضر التأبينية. والله ما نجموش نعبروا لكم الشعور اللي راهو هنا عندنا احنا الان، ولكن الرجل هذا كان عطى كل القوه ديالو من اجل تطوير الرياضه في الجزائر والعمل من اجل الرياضه. كان حتى المشوار المهني ديالو كان سمح فيه، كان ممكن يكون عنده مشوار مهني هام لانه هو اطار في الرياضه تابع لوزاره الشباب والرياضه، ولكن هو حب يشتغل خاصه مع الشباب وتطوير الرياضه في الميدان. مهما قلنا عليه انا لا اجد في بعض الاحيان العبارات. ان شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه ويصبر اهله، انا اليه راجعون، ويبقى اسمه خالدا في الرياضه الجزائريه وكذلك في المصارعه. شو نقول لك، هنا الجزائر اليوم خسرت من ابرز من ابرز 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 الوجوه الرياضيه من فوليسيقلا حتى لهنا. واش نحكي لك عليكم، حنا الرياضه كما حنا نقولوا تخصص مصارعه، حنا رابح شباح واش دار؟ ما يقدر يديرها حتى واحد، امبوسيبل. تدخل في التاريخ رابح، عباك كريا بزاف لي بول ديفلوبمون، حاب يحوس مسكين على الميداي اولمبيك، سعى وجبد. واش نقول لك، اليوم فقدنا احنا امبيلي، فقدناه الله لي بصفه خاصه والرياضه بصفه عامه. عندنا ما نزكيو عليه، ما نزكيو فيه. على كل حال احنا ماذا بينا لو كان هضرنا عليه نهار كان حي، باسكو فريمون الى فريمون الى دوني بور لو سبور الجيريان، وكان يسهل باش نزكيوه في هذاك الوقت. باسكو الانسان نهار يموت ومام واش تحكي عليه، هو ما راحش يسمع، ما راحش نفرحوه. مي احنا نطلبوا الرحمه ونطلبوا ان شاء الله الاهل تاعو وولادو باش ان شاء الله ربي يصبرهم. سي تريست اليوم فقدنا ان هوم اللي كان يفكرني ميم في ان انترينور كو جافي تاني بوندون توت ما كارير. سي رار دو تروفي كيلكان كيما هو. واش نقول لك، ربي يرحمه، جيسبر كو ربي يجيب تاني سبور سورتو سا فامي سي زونفون.